فلقد قسم أهل العلم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إلى 10 أنواع. من أول هذه المعجزات إخباره صلى الله عليه وسلم بشيء من المغيبات، ومن ذلك أنه بعد معركة بدر جلس نفر من قريش في ظل الكعبة، وجلس وهب وجلس عمير بن وهب مع صفوان بن أمية بن خلف في ظل الكعبة وحدهما، وأخذا يتذاكران ما وقع في بدر من الهزيمة على قريش وما وقع من القتل والأسر، وأمية بن خلف أبو صفوان مقتول وعمير ابنه وهب مأسور، فجعل يتشاكيان. فقال عمير لصفوان: والله لولا دين علي وصبية لا أجد من يرعاهم من بعدي لذهبت إلى محمد فقتلته إن تمكنت منه. فقال: ما الذي يمنعك من قتله؟ قال: هذا الذي يمنعني. فقال: أما دينك فعلي. قال له صفوان: أما دينك فعلي يا عمير، وأما أولادك فأنا أرعاهم، فخذ هذا السيف واذهب إلى المدينة واقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمير وهب مأسورا عند المسلمين، فدخوله إلى المدينة لا يستغرب. فذهب عمير حتى إذا وصل إلى المدينة أناخ راحلته ونزل والسيف معلق في عنقه، ونزل حتى وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد كتم أمره عن كل أحد، وجاء كأنه يريد أن يفدي ولده، أن يدفع فدية ليفك ولده من الأسر، ولده وهب. فلما وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال له صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت أفتدي ولدي الأسير عندكم، ففادون في أسارانا، فإننا لكم أهل وعشيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: فما بال السيف معلق في عنقك؟ الذي يريد أن يفتدي أسيرا يأتي بمال، لا يدخل بسيفه وهو مقاتل حرب. قال: ما بال السيف معلق في عنقك؟ قال: قد قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اصدقني يا عمير، ما جاء بك؟ قال: جئت أفتدي ولدي الأسير عندكم. فقال عليه الصلاة والسلام: فماذا شرطت لصفوان بن أمية وأنتما جالسان في الحجر؟ قال: ما شرطت له شيئا. قال: بلى، تكفلت له بقتلي على أن يقضي دينك ويعول ولدك، والله حائل بينك وبين ذلك، الله حائل بينك وبين ذلك. فقال له عمير: والله إن هذا الحديث بيني وبين صفوان في ظل الكعبة في الحجر، والله ما معنا أحد من الناس وقد كتمناه، فوالله ما نقله إليك إلا الله، ولا أوحى به إليك إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وعاد عمير إلى مكة مسلما. وهذا من إخباره صلى الله عليه وسلم بشيء من المغيبات، والغيب لا يعلمه إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يخبر الله تعالى أنبياءه بشيء من المغيبات للمصلحة، كما أخبر موسى عليه السلام أن فرعون في طريقه إليهم فأمره أن يسوق العباد إلى مكان آمن، وكما أخبر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم ببعض الأخبار المغيبة لحماية المسلمين ونصرهم، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام من تلقاء نفسه لا يعلم الغيب، فإنه قد قدمت له شاة من امرأة يهودية بعدما فتحوا خيبر، قدمت له شاة مشوية وكانت قد وضعت فيها سما وأكثرت السم في الذراع، فأخذ صلى الله عليه وسلم من لحم الذراع وأكل وهو لا يعلم أن فيها سم، ولو كان يعلم الغيب مطلقا لعلم أن فيها سم وبالتالي لا يجوز أن يأكل، لكنه لما نهش منها نهشة أخبره جبريل أن فيها سم، ولا زال هذا السم في جسده عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله تعالى. فهو لا يعلم الغيب مطلقا، لكن إذا أخبره الله تعالى بشيء من الغيب علمه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل من يأتيك اليوم ويدعي أنه يعلم الغيب من السحرة والمشعوذين والكهان، سواء يضرب بالعصا أو يقرأ الفنجال أو يزعم أنه ينظر في النجوم أو يقرأ الكفة أو غير ذلك من الطرق، كل هؤلاء هم دجالون،
ولا يعلم الغيب إلا الله، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا، ولا يمكن أن ينبئك الساحر والكاهن إلا بأمر يعلمه غيره. فقد يقول لك مثلا أنت اسم زوجتك فلانة، وعندك من الأولاد كذا وكذا، وتسكن في المكان الفلاني، وعندك في من المال كذا وكذا، ثم تظن أنت أنه يعلم الغيب، وفي الحقيقة أن هذا ليس غيبا، هذه معلومات تعرفها أنت ويعرفها أهلك، عدد إخوانك، وربما لو كان مالك في البنك يعرفه أيضا موظف البنك، فهو ليس غيبا نبأك به هذا الكاهن، إنما الغيب الحقيقي هو الذي لا يعرفه أحد، الغيب المطلق، ماذا سيحصل غدا وماذا سيقع بعد شهر وشهرين، هذا الغيب لا يعلمه إلا الله. وكل من ادعى زورا وبهتانا أنه يعرف هذا الغيب بأي طريقة فهو كاذب، بل لا يجوز أن تسأله أصلا، لا يجوز أن تسأل من يدعي معرفة الغيب من الكهان وغيرهم أن تسأله عن شيء من الغيب، هذا حرام ولا يجوز. من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي الحديث الآخر من أتى كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كفر بالقرآن، القرآن الذي أخبرنا أنه لا يعلم الغيب إلا الله، فكيف تصدق غيره؟ كيف تصدق أن هذا الكاهن أو المشعوذ أنه يعلم الغيب؟ فهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى قد ينبئه أحيانا بشيء من الغيب لأجل مصلحة تتحقق للإسلام من حماية المسلمين أو نصرتهم أو إسلام بعض الناس أو غير ذلك. من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم حماية الله تعالى له، وحماية الله تعالى لشريعته ولدينه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدد من معاركه يبعث الله تعالى له من الملائكة من تدافع عنه، كما وقع ذلك في معركة بدر وكما وقع في غيرها. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان في مكة يأتي أحيانا إلى الكعبة يصلي عندها، فأقبل أبو جهل يوما إلى أصحابه وهم حول الكعبة وقال لهم: أيعفر محمد وجهه بين أظهركم وأنتم تسكتون؟ قالوا: فماذا نفعل؟ قال: والله لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن عنقه برجلي. فلم يلبث أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل هجرته إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، أقبل لأجل أن يصلي عند الكعبة، كما أن المجال عند الكعبة مفتوح للجميع، فلماذا تمنعونه؟ فلما أقبل وكبر عليه الصلاة والسلام وصلى وسجد، نظر قوم أبي جهل إليه، فقام أبو جهل ليحقق ما قال لهم، وجعل يمشي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليفعل ما ذكره له. فلما كاد أن يصل وإذا به يصرخ ويجعل يديه أمام وجهه كأنه يتقي شيئا، يجعل يديه أمام وجهه ويرجع القهقرى، يرجع إلى الخلف، حتى وصل أصحابه وهو متغير الوجه، قالوا: ما بالك يا أبا الحكم؟ قال: والله إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة، بيني وبينه أجنحة ما أستطيع أني أراه. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لو دنا مني، والله لو دنا مني لانتزعته الملائكة عضوا عضوا، كان يتقطع. وأنزل الله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي، هذا تهديد، لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية، ليدعو أصحابه الذين جلسوا معه وهم يؤازرونه ويشجعونه على باطله، فليدعو نادية، سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب، اسجد واقترب وحمايتك علينا، اسجد واقترب ونحن نرسل عليك حفظة، اسجد واقترب ونحن الذي يمنعهم عنك ونحول بينهم وبين أذاك. كلا لا تطعه واسجد واقترب. فلا زال صلى الله عليه وسلم في أمنة الله تعالى، كما قال الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وكما قال تعالى: ويرسل عليكم حفظة. فكان عليه الصلاة والسلام من معجزاته
أنه منصور بالملائكة، ينصره الله تعالى ليس فقط في الحرب بل حتى في غيرها. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل له حرسا، فلما نزل القول الله تعالى والله يعصمك من الناس، يعني دع الحماية علينا نحن الذين نحميك، دع الحماية إلينا والله يعصمك من الناس. صار صلى الله عليه وسلم لا يتخذنا ذلك إلا أحيانا، فهذا من معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه، ومما يثبت أنه نبي مرسل. ومن ذلك أن قريشا قالت للنبي عليه الصلاة والسلام هل تريد أن نصدقك في أنك نبي؟ قال نعم. فلم يقولوا له أصلح بيننا وافعل كذا وكذا من الأمور التي يستفيدون منها أو من الأمور التي يعجزون عن فعلها، اشفي هذا المريض وأغني هذا الفقير، لا، وإنما قالوا له شق لنا هذا القمر. وماذا يستفيدون من شق القمر؟ هذا مثل قوم صالح عليه السلام لما قالوا له أخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة، ماذا تستفيدون؟ قالوا شق لنا هذا القمر. فدعا الله تعالى أن يشق لهم القمر، فانشق القمر، والتفت بعضهم إلى بعض وقد رأوا أحد شقي القمر على جبل أبي قبيس، وجبل أبي قبيس هو الجبل المطل اليوم على الكعبة الذي عليه القصور الملكية عند أجيات، والشق الآخر عند الجبل الآخر، رأوا هذا هنا وهذا هنا وقد انشق نصفين، فقالوا قد بلغ من سحرك أنك تشق القمر؟ قال هذه آية معجزة. قالوا لا، قد سحرنا لكنه لا يستطيع أن يسحر جميع أهل الأرض، فاسألوا السفار المسافرين الذين يأتونكم بعد أسبوعين وشهر من الشام من اليمن، اسألوهم هل رأوا في تلك الساعة أن القمر انشق أم لا. فكلما جاءهم أحد سألوه فقال نعم في الليلة الفلانية القمر بدر لكنه فجأة انشق إلى نصفين، ومع ذلك كذبوا، وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. وأنزل الله تعالى فيها الآيات اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض عن اتباعها وعن التفكر فيها والإيمان بها ويقول سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء، جاءهم من أنباء الأمم السابقة ما فيه مزدجر، ما فيه زجر وتخويف لهم ليتوبوا، حكمة بالغة فما تغني النذر.